معهد العالم العربي هو مؤسسة عربية أنشئت لتكون في الأساس أداة للتعريف بالثقافة العربية ولنشرها. تأسس عام 1980 باتفاق 18 دولة عربية مع فرنسا على إقامته ليكون مؤسسة تهدف إلى تطوير معرفة العالم العربي وبعث حركة أبحاث معمقة حول لغته وقيمه الثقافية والروحية، كما تهدف إلى تشجيع المبادلات والتعاون بين فرنسا والعالم العربي خاصة في ميادين العلوم والتقنيات. الخبر الأول عن فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي بباريس، هذا الخبر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المدونين، نتابع. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته الرسمية كتب: تهنئة، يبارك رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني فوز العراق بمنصب المدير العام لمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، وتولي السيد شوقي عبد الأمير هذا المنصب بعد أن نال ثقة مجلس سفراء الدول العربية المؤسسة للمعهد وبالإجماع.